ضيفتي لليوم موهبتها فريدة، صوتها قوي وبنفس الوقت حنون، ناعم كتير وبيطلع منها صوت بتحسه انه مش معقول هالإنسانة يطلع منها هيك صوت. حبيت اليوم تكون ضيفتي، اول شيء هيك فسحة نغير بهالبرنامج، فسحة نغني هيك نرجع للموسيقى، وبنفس الوقت فسحة لعبر لها قديش انا بحبها وبحب صوتها وبحب هيك طاقتها الفنية. الفنانة سندي لطي، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. سندي فيك تحكي على الميكرو العادي بس نغني بنستعمل هيداك الميكرو. اهلا وسهلا فيك. انا كثير يعني كثير بقدر هيك موهبتك وصوتك، وانت اليوم معنا لحتى نسمع كمان الناس اكثر واكثر صوتك وموهبتك. اهلا وسهلا فيك. بدي اقول كمان اهلا وسهلا بعازف الكمان بركات جبور يلي رح يرافقنا بهالمقابله. بركات شكرا كثير لك ولحضورك معنا. سندي اول شيء شو اللي اخذك للفن، او ايمتى اكتشفت انه صوتك حلو؟ هلا انا ربيت بعائله فنيه، بابا شاعر، ف يعني ربيت حياتي كلها فن. تاثرت طبعا بالعمل الكبار شجعوك؟ في مرات الاهل ما بيشجعوا، بيصيروا يخلوا الولد يبعد شوي عن هالموهبه رغم انه بيعرفوا انه عنده موهبه، هن شجعوك؟ ايه انا البابا من انا وصغير يعني اول ما قلت له بدي موسيقى هو كان حابب وهو اللي رفقني بمشوار الفني. وبتحسي هيدا الشيء مهم لما شخص عنده موهبه اول جمهور له يكونوا اهله، بتحسي هيدا بيعطيك؟ اكيد، لانه بس الاهل يدعموا الولد بهذا الشيء بيعطوه هن البوش انه يصير يحب اكثر يمارس هيدي الشغله، وبيصير مع العيله ومع الناس بيصير يمكن يطلع هالطاقه لحتى اليوم رح نحكي كثير بس بدنا نغني. قلتي لي العمالقه، بمين تاثرتي من هالعمالقه؟ أكيد تأثرت بالأستاذ وديع الصافي، بالسيدة فيروز، نصر شمس الدين، وأكيد في كتير أسماء، فهدول تأثرت فيهم. وغنيتي لهم من أنت وصغيرة؟ نعم. في غنية من بيك بتحبيها للفنان الكبير وديع الصافي؟ هلأ مين ما بحب يتصبح بأغاني الفنان الأستاذ وديع الصافي، حتغني لنا شيء له؟ أكيد. الصوت الحلو يا سندي، بيقولوا لي بدين خليها تغني، رح تغني يعني خليها تغني اكثر. سندي كان لك الفرصه انك تشاركي ببرنامج للهواة، وهالبرنامج اليوم اعطى فصحى بس يعني بيخلصوا هالبرامج وبيرجع الانسان بده يعني هيك مثل ما بيقولوا يكافح بهيدا المجال. في حدا حدك اليوم عم بيساعدك، لانه حرام هالموهبه ما تكون عن جد واصله لكل العالم العربي. نعم، هلا انا وروك برودكشن
عم نشتغل سوا ايد بايد وفي بلان في خطط لحتى يعني أكيد. تعملي اغاني يمكن خاصه لإلك وتقدمي هن يعني كل شيء انتاج واداره اعمال شو بدنا نغني بعد؟ لمين بدنا نغني بعد؟ ما بعرف ليش بحس بتحبي صوت شيرين عبد الوهاب صح؟ صح اكيد ايه؟ اكيد فنانه كبيره ممكن نغني لها شيء ولا ما انك محضره؟ كل من سالك كلامه برجع افتكره بالزمن ده الكذابين مكنوا كتروا بالزمن ده الكذابين ما بقوش بيبتكروا شوف حقيقتك عالطبيعة اعترف خليك شجاع بالنهاية مش فظيع ألف شكر على اللي ضاع شكرا ساندي شكرا ساندي شو طموحك الفني يعني اليوم كل شخص بيكون راسم هيك صورة بباله صورة عن كيف بيحب يشوف حاله بالمستقبل فنيا شو طموحك الفني شو أحلامك الفنية كمان هلأ أنا بنت يعني حياتي كلها هي الفن ما بعمل شيء بالحياة غير الفن يعني أنا كنت بتذكر من المدرسة خلص مدرسة للمعهد من المعهد للبيت نقعد نتمرن أنا وبي فأكيد أنا كبنت بغني وفنانة بحب أنه يوصل صوتي لأبعد الأماكن بالعالم العربي وبتحس هيدا الشيء ممكن سندي اليوم شوي صعب صار هيدا المجال أول شيء في قلة بالإنتاج اليوم بتحسي بعد يعني متفائلة بهالموضوع أكيد أنا متفائلة يعني بالنهاية يعني ليش لا أكيد ليش لا وإذا أنت ما بدك توصلي يمكن أنا في عندي شيء حلو لازم يبين وبإذن الله يمكن يبين النجاح يمكن أهم من الشهرة صح سندي؟ واحد أكيد. يكون ناجح ويكون أهم واحد يشتغل على حاله ويشتغل على نجاحه أكيد في أغنية مرة سمعتك عم بتغنيها وبتغنيها بشركة كتير حلو هي أغنية لونوات لونوات فينا نسمعها؟ أكيد أنا حأطلب اليوم نيابة عن كل المشاهدين أكيد. عم بطلب أنا الأغاني تفضلوا لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات عشاني إنه غيري خد مكاني إنه قلبك مش عشاني لا تجرحني بكلامك طب ما تجر من سكات طلبات ما بتصدق طلبات لفنانين هلا سندي محضره شيء لام كلثوم ولا لا ولا يعني بعرف انه كمان في اغنيه قلبي سعيد لانه في تحضيرات بينه وبين بين عم بيقولوا قالكوني صديقه البرنامج تاعي عندنا كل يوم لمين بدنا نغني اكثر يلا تفضلي لك قلبي سعيد قلبي سعيد اوكي يلا Thank you.
عادي أول مرة ألاقي العمر طامع ومعنى جميل إنسان أول مرة ما جت كلم قلقك كلامي كله أغاني أول مرة ألاقي العمر عندي شعور وردة يا بترقص بالأغصان حاسة بنشوة عصفور غنى له الكران عندي شعور وردة يا بترقص بالأغصان حاسة بنشوة عصفور غنى له الكران بالنسبة لي قلبي عقلي أملي انت المنى من غير تحديد حبك خلى كن في أجمل عالم من حواليا كله جديد في جديد كله جديد في جديد يا حياتي يا حياتي يا حياتي. سندي واضح انه يمكن هذا جو الطربي كان موجود بالبيت، يعني انت وصغيره كنت تسمعي هالاغاني، قد ايه برايك كمان هذا الشيء بياثر على سمعنا؟ وعندي هون سؤال ما بدي احرجك بس انه لما بيكون عندك الحريه تسمعي او عبالك تسمعي بترجعي لورا او بتسمعي لمطربين جدد؟ هلا انا اكيد بتمنى انه نضل محافظين على الاصاله اللي تربينا عليها بس مثل ما في فنانين كبار بالجيل اللي قبل في كمان بالجيل الجديد فنانين كبار امثال وائل كفوري معين الشريف ملحم زين وبعد في اكيد اسماء حتى لو بلشنا نحن شوي ننجرف بس بضل في اسماء كبيره بعدها. طب فينا نسمع شيء لوائل كفوري؟ هلا ما بعرف قد ايه يعني صبيه عم بتغني كمان لوائل كفوري كمان هيدا تحدي بنسمع شيء؟ اكيد يلا. يعني إذا في حدا عنده نظر وإذا في حدا عنده قلب أكيد رح يحبك لأنه يعني صوتك بياخد العقل أنا من كل قلبي بتمنى لك التوفيق وبتمنى لك الفرصة وبتمنى لك عن جد أنك يكون لك محل مع الصوت الحلو ومثل ما قلتي على الساحة الفنية اليوم في فنانين كبار وبنفتخر فيهم
وبتمنى مرتين لما استضيفك كمان تكوني انت وحده منهم من هالفنانين يلي عملوا واغنوا خاصه الاغنيه اللبنانيه باغنيات حلوه. سندي شكرا كثير لك وبالتوفيق لك. وبنتمنى نشوفك مره ثانيه. كمان بدي اقول شكرا لعازف الكمان بركات جابو، شكرا لك، انت كمان فنان كبير وان شاء الله بيكون لنا الفرصه كمان بمقابلات ثانيه نحكي عنك وعن موهبتك الفريده وعن فنك.